ومتابعة للتطورات الميدانية ينضم إلينا مباشرة من كييف الزميل عماد الأطرش. عماد، كل هذه التطورات المتصلة بأوديسا، أبدأ معك من التطورات الميدانية وتأمين الممر البحري بعد اتفاق أوكراني روسي برعاية تركية وأممية. نعم روبير، كما ذكرت في الخبر، الخارجية الروسية قالت بأنها استهدفت زورقا حربيا أوكرانيا في ميناء أوديسا. بطبيعة الحال الأوكرانيون كانوا أعلنوا بأنهم تمكنوا من إسقاط صاروخين، في حين أصاب صاروخان آخران البنى التحتية في ميناء أوديسا. ميناء أوديسا هو أكبر ميناء أوكراني على البحر الأسود، أصلا أوكرانيا تشاطئ فقط البحر الأسود. القدرة التشغيلية لميناء أوديسا سنويا روبير هي 40 مليون طن من البضائع. ما لدى أوكرانيا حاليا من الحبوب من المحاصيل الزراعية من السنة الماضية هو 20 مليون طن، لذلك تحتاج إلى كثير من الوقت في حال تمكنت من تشغيل الموانئ الثلاثة المتعلقة بالاتفاق اتفاق اسطنبول لتصدير مخزونها من الحبوب بطبيعة الحال. بالنسبة للتطورات الميدانية، طبعا القوات الأوكرانية ورئاسة الأركان أعلنت صباحا بأنها أحبطت مرة جديدة هجوما روسيا على محطة حرارية لتوليد الطاقة الكهربائية في إقليم أو في مقاطعة دونيتسك بالقرب من مدينة بخموت، وهذا الأمر يتكرر، أي أن الهجوم الروسي يتكرر في الأيام الماضية، بالإضافة إلى تعرض مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك دائما في مقاطعة دونيتسك إلى القصف المدفعي الروسي. صباحا كان هناك أيضا استهداف بالقذائف الصاروخية لمدينة خاركيف ومحيط مدينة خاركيف في الشمال الشرقي، بالإضافة إلى مدينة ميكولايف التي تتعرض يوميا أيضا للقصف الروسي الصاروخي والمدفعي. روبير، مباشرة من وسط العاصمة كييف، وهذه المتابعة مع الزميل عماد الأطرش للتطورات المتصلة بالعملية العسكرية الروسية في أوديسا وإخراج أول شحنات الحبوب بعد الاتفاق الأوكراني الروسي. شكرا لك عماد.